السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومساء جديد وكل عام وأنتم بخير. ألتقيكم وأسعد بكم عبر شاشة روتانا خليجية، وتحديدا في برنامج كورة، عودة للقائكم بعد فترة التوقف في عيد الأضحى المبارك. سأتواصل بلقائكم على مدى الخمسة الأيام القادمة حتى يعود إليكم الزميل تركي العجمة يوم السبت القادم لإكمال مسيرة هذا البرنامج. انطلاقة هذا البرنامج ستكون بإذن الله بالعناوين. ظروف الديربي الآسيوي تعصف بقطبي الغربية، وسوزا يخنق الاتحاد ويغضب كانيدا، والجيزاوي والموسى يغيبان عن الأهلي. الياباني نيشيمورا يحط الرحال في جدة لضبط الموقعة، والإعلام يحاصر المدربين لكشف آخر المخططات. النويصر يقترح إقامة مباراة السوبر السعودي في دبي، وغرم العمري يخطف شهران الهلال. 35 مليون دولار تشعل صراع القنوات الفضائية قبل كأس الخليج، والأندية السعودية تعلن الاستنفار للقبض على قمة زين. أهلا بكم متابعينا، هذه العناوين اللي سنناقشها إن شاء الله في حلقة اليوم، لكن كما هي العادة دائما البداية في برنامج كرة تسديد، الكرة دائما في كل اتجاه مع أخبار شوت. تزايدت سرعة العد التنازلي قبل انطلاقة موقعة حسم الديربي الآسيوي بين الاتحاد والأهلي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم. بعد غد الأربعاء، وسط تكتم شديد حول ما يدور داخل معسكري قطبي كرة القدم بالمنطقة الغربية، في ظل ما يتردد عن وجود إشكالية بين نادي الاتحاد ومحترفه البرازيلي دييغو سوزا الذي يغيب عن التدريبات لليوم الثالث على التوالي، مما جعل الأسباني راؤول كانيدا يسقطه من حساباته للعب ضمن القائمة الأساسية. وعلى الطرف الآخر، استمر غياب عبد الرحيم جيزاوي وكامل الموسى عن التدريبات الأهلوية بداعي الإصابة، وكان طاقم حكام المواجهة الآسيوية وصل اليوم إلى جدة بقيادة يوشي ناشامورا ومراقب المباراة كميل توكاييف، فيما سيصل غد الثلاثاء المكلف بكشف المنشطات في المباراة الفلبيني مورلي روندف، في حين ينظم النادي الأهلي عند 11:30 من ظهر غد الثلاثاء بفندق الريدسون ساس المؤتمر الصحفي لمدربي الفريقين التشيكي غاروليم والأسباني كانيدا، بالإضافة للاعبي الفريقين. ويعقب المؤتمر الصحفي الاجتماع الفني بحضور الأجهزة الإدارية ومراقب المباراة والحكام والجهات المنظمة. طرح محمد النويصر رئيس رابطة دوري المحترفين السعودي فكرة للنقاش، اقترح من خلالها إقامة مباراة السوبر السعودي في دول الخليج بصفة سنوية، على أن تكون البداية في دبي في إجازة عيد الفطر المبارك التي تصادف تواجد السعوديين هناك. وقال النويصر عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الهدف من ذلك رفع شعبية الأندية السعودية ومتابعيها في مختلف دول الخليج، على أن يتم الانتقال إلى الدول الأخرى مستقبلاً. وبين النويصر أن أهداف إقامة السوبر السعودي في دول الخليج رفع القيمة التسويقية للأندية والمسابقات المحلية وجذب رعاة جدد لها، مبينا أن متابعة الخليجيين للمسابقات المحلية دافع لتنفيذ هذه الفكرة. أجبرت الإصابة لاعب فريق الفتح الأول لكرة القدم فهد عصام سفيان على مغادرة الحصة التدريبية لفريقه اليوم، بعد أن اضطر إلى الخروج من الملعب متأثراً بآلام الإصابة، وينتظر أن يخضع غداً للفحوصات الطبية لدى الراعي الطبي للنادي لتشخيص إصابته وتحديد البرنامج الزمني لعلاجه، في الوقت الذي واصل فيه حارس المرمى محمد شريفي غيابه لليوم الثاني عن التدريبات بقرار طبي للخضوع للراحة. وكان فريق الفتح قد واصل تدريباته مساء اليوم الاثنين على ملعبه الرئيسي استعداداً لمواجهة الأهلي ضمن مباريات الجولة 11 من دوري زين السعودي للمحترفين، وذلك تحت إشراف المدير الفني فتح الجبالي عقب وصوله لمحافظة الأحساء بعد أن قضى إجازة العيد في بلاده ومسقط رأسه تونس. وركز الجبالي على الجوانب التكتيكية من خلال تدريبات التحرك السريع والكرات العرضية ودقة التمرير، واختتم الجبالي التدريبات بمناورة أجراها على منتصف الملعب شارك فيها جميع اللاعبين.
وقع ياسر الشهراني لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم عقد رعاية مع مكتب كلاسيكو للخدمات الرياضية لمدة سنتين، يقوم بموجبه الأخير بإدارة جميع الأمور المتعلقة باللاعب. وحضر اللاعب وممثل مكتب كلاسيكو للخدمات الرياضية للتوقيع على العقد. ومن ناحيته شكر غرم الله العمري المدير العام لمكتب كلاسيكو للخدمات الرياضية اللاعب ياسر الشهراني على ثقته، وأبدى سعادته بانضمام نجم من نجوم كرة القدم السعودية، وتمنى أن يكون المكتب عونا للاعب في مشواره. فيما أبدى ياسر الشهراني سعادته الكبيرة بالعقد وأبدى ثقته بالمكتب، مشيرا إلى أن التعاقد جاء لرغبته في التفرغ للعب كرة القدم وترك بقية الأمور الأخرى لمن وضع ثقته فيهم. تسلم الأرجنتيني ميسي نجم فريق برشلونة الأول لكرة القدم اليوم الاثنين جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا على الموسم الماضي، بعد أن سجل 50 هدفا لفريقه الأسباني في الدوري الأسباني، وذلك في حفل أقيم بمدينة برشلونة. سلم فيه الجائزة النجم الأسباني لويس سواريز بحضور عدد كبير من نجوم كرة القدم. وأشار ميسي إلى أن التكريم جماعي، مشيرا أن ذلك هو ديدنه عندما يحصل على أي جائزة، لأن بدون زملائه لا يمكن يحقق شيئا مما حقق. فيما امتدح لويس سواريز ميسي الذي وصفه بجوهرة كرة القدم، مؤكدا أنه يملك السرعة والمهارة واستغلال المساحات وكل شيء تقريبا. ويذكر أن الحفل حظي بحضور المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني أليخاندرو سبيلا، والمدير الرياضي بالاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، ومدرب الفريق بطل كأس العالم 1986. أهلا بمتابعينا الكرام، أسعد أيضا بالترحيب بضيوفنا الذين سنناقش معهم مواضيع هذه الحلقة وتقاريرها بإذن الله على طاولة برنامج كورة. زميل طارق بن طالب الكاتب الناقد الرياضي، أهلا وسهلا بك. مساك الله بالخير أنت والأخوة المشاهدين، وسعيد باستضافتكم بعد العيد، كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير وصحة وسلامة. أيضا نسعد باستضافة مسؤول تحرير صحيفة المدينة الزميل ناصر الغربي، أهلا وسهلا فيك ناصر، كل عام وأنت بخير. هلا أخي محمد، كل عام وأنت بخير، ومشاهدي روتانا وبرنامج كرة بكل خير، وإن شاء الله نقدم لهم هذا المساء ما ينول إعجابهم. ممتاز، خلينا نبدأ بأخبار شوت، يعني عندنا الكثير من الأخبار لكن خلينا نختار منها بعض الأمور، أو خلينا نبدأ بشوي الموضوع اللي يشغل الناس هالفترة. كان فيه العنوان الأكبر نويسر يقترح إقامة مباراة السعودية في أحد دول الخليج. كان الموضوع حتى الاقتراح عشان نكون في خضم الموضوع أنه قال في دبي في أيام العيد الفطر، وطرح منها عدة نقاط منها أيضا نقطة تسويق المباراة. الحقيقة أنا شفت تغريدة الأستاذ محمد نويسر اليوم وعجبت بالفكرة، لأنه أول مرة نفكر خارج الصندوق. إذا أنت مع الفكرة؟ إيه نعم، تفكير خارج الصندوق، يعني هي الفكرة في التسويقية للأندية السعودية، وممكن يعني فوائد كثيرة يعني إحنا نشوف الأندية الأوروبية مثلا مانشستر يونايتد وليفربول يلعبون مباريات في الصين وفي هونغ كونغ، هذه كلها لذلك أنهم قاعدة جماهيرية كبيرة في جنوب شرق آسيا، وبالتالي احنا يعني يجب ان نبحث عن طرق غير تقليديه في تسويق كره القدم السعوديه. كره القدم السعوديه صحيح نعاني نحن من في الداخل من قله الحضور الجماهيري، لكن اقامتها في احدى الدول الخليجيه ممكن تساعد في تسويق الكره السعوديه وجعل هناك زخم خارجي. ممتاز. اخي ناصر، بالنسبه حتى للتوقيت اختيارها مثلا في العيد، احنا مثلا حتى تحديدهم للمدينه اصبحت وجهه، يعني ممكن التحديد الرقم الاخير 150 الف سائح في دبي تحديدا في عيد الاضحى، والمباراه محدد لها عيد الفطر يكون العدد اكبر دائما. بكل تاكيد هو استثمار جيد، هو استثمار تسويقي مثل ما قال ابو فارس، الانديه الاوروبيه تستثمر فتره الاستعداد في جولات في حتى في اسيا بشكل خصوصا، ايضا البطولات الاوروبيه السوبر الايطالي وبعض البطولات تلعب خارج، وقعوا عقود طويله. نعم. يعني مثلا الدوري الايطالي في كانت صحيح. في ليبيا تلعب سابقا في طرابلس، لعبت في الصين بكل تاكيد، فهذا استثمار. واعتقد ان يعني الخليج تقريبا يعتبر يعني دوله واحده، سهوله التنقل، الحضور الجماهيري، ايضا استغلال فتره الاجازه، السياحه اللي الكثير في دبي اعتقد انها مشجعه جدا، فاعتقد ان يعني ليش ما ناخذ التجربه، ليش ما نفكر نستثمر مبارياتنا ورياضتنا بشكل أكبر وأوسع، والعائد الأخير للكرة السعودية بكل تأكيد. ممتاز. خلي بس أسألك سؤال بسيط عن هالنقطة أخي طارق، بالنسبة لو طرحت كتسويقيا تتوقع أنه
تستضيفها الدول، ان في دول الخليج طبعا على ابو فارس لذلك لان لذلك سالته انه ما تقوم فيها مثلا هيئه رابطه المحترفين. لا انا اشوف انا اذا هي طرح مجرد طرحها في دبي، دولة دبي شهيرة جدا في التسويق، يعني مدينة دبي تسويق هائل. نعم تسويق هائل. أنا أقصد ممكن يكون تنافس من الدوحة ومن من دبي على هو مش كفريقين سعوديين بطل يعني دوري هو وبطل مش كاس. دبي أنت ممكن تفكر في دول ثانية، مثلا عندك أبو ظبي، عندك الدوحة، راح يصير في تنافس بين الدول المدن هذه بس لاستقطاب المباراة. تعرف الجمهور السعودي يعني خصوصا في الإجازات احنا نسافر كثير، أضعف الإيمان قالوا 150 ألف سائح سعودي في دبي في فترة هذه، إضافة إلى شغف الجماهير الخليجية بالفرق السعودية. صحيح. يعني تلقى الجماهير الخليجية كل واحد عنده فريق سعودي يشجعه. مفضل صحيح. طبعا مدينة دبي شهيرة بالتسويق. الفرق بين دبي وعندنا هنا أنه دبي تدار كشركة، لذلك هم جديرين بالتسويق. حتى الأندية الأوروبية الآن تعسكر في دبي، الآن شاهد في الإجازات وممكن عطلة يعني رأس السنة قريبا يعني. يعني نجحوا دبي. صح. شاهد الفرق الأوروبية والفرق الإنجليزية تحديدا البطولات الألمانية والألمانية تحضر أيضا. بالإضافة لهذا الجانب الاستثماري أيضا الشركات كالقطاع الخاص، أنت عندك القطاع السعودي وعندك القطاع الخليجي، اعتقد انه يعني بيحقق الكوافر اضافيه يعني الشركات بتتسابق دبي اللي قدرت تخلي بيكام يشتري في دبي ونجوم كثير يشترون في دبي حتى استقطاب النجوم، انه النجم يوافق انه نعم. لما يجي يلعب نعم. في دبي كنجوم كبار. اذا نتفق على انه مخالفه للتيار اللي خالف تغريده نعم. الضجه اللي حصلت. لا يعني انا شوف الفكره فكره رائعه لكن في أفكار كثيرة، المهم التطبيق. يعني أنا أقول فرصة للكرة السعودية أنها تطلع برا النطاق المحلي. النطاق المحلي هناك رغبة، يعني الكرة السعودية جاذبة للشركات الخليجية حتى التلفزيونات الخليجية. أنت تلاحظ أنه لو كان سمح للشركات للتلفزيونات الخليجية بنقل الدوري السعودي كان شفت أضعاف أرقام فلكية وتعود على الأندية بالفائدة. نعم طبعا هم ما يخطون خطوة إلا في لها مقابل، هذا هو الاستثمار، أنك تصرف ريال وترجع ريال ونص وتحصل بديل له. نعم. ناخذ خبر ثاني من أخبار شوت، خلينا ناخذه معك ناصر. سوزا يخنق الاتحاد والجيزاوي والموسى يغيبان عن الأهلي، يعني من قبل مباراة الذهاب الضجة حول هالمباراة بشكل كبير، الآن أصبح شغل شاغل جهة وبناخذها بشكل أوسع أيضا سوزا في تقارير عدة وفي اختيارات أيضا، والجيزاوي والموسى يغيبان عن الأهلي. أعتقد أن قضية دي سوزا هي الأكبر، كرة الثلج التي تضخمت بشكل كبير بأسباب أخطاء إدارية، يعني للأسف الإدارة الاتحادية يعني لم تتعامل مع الموضوع بشكل احترافي، لم تتعامل معه بعقود وقعت بالتزامات مالية، للأسف فشلت في معالجة أخطائها وخلقت أزمة كبيرة للفريق قبل مباراة إياب، أعتقد أنها مصيرية وقد تكون انعكاساتها دي سوزا على الاتحاديين وعلى المباراة بشكل كبير، وقد تكون الخسارة أكبر من دي سوزا. الحين في كلام أن اللاعب غادر السعودية أو على وشك أنه غادر السعودية، وهناك محاولات رجاع من المطار وما خلافه. بدون شك للأسف يعني للأسف هناك إدارات في الأندية السعودية لا تتعامل باحترافية ولا تتعامل بالتزاماتها وعقودها توقعتها. يعتقدون اللاعبين الأجانب أنهم مثل اللاعبين السعوديين، شاهد الحالات كثيرة في اللاعبين السعوديين خصوصا مع نهاية العقود أو عند تجديد العقد والمبلغ يترحل إلى دفعة الشريك الاستراتيجي واصبر وإن شاء الله بنعطيك وأنت ولدنا وأنت منا وفينا. للأسف اللاعبين المحترفين الأجانب لا يتعاملون بهذه الطريقة والفيفا لا يسمح مثل هذه التعاملات، وأعتقد أن دي سوزا صعد الوضع أكبر إلى الاتحاد الدولي، وأعتقد أن توجه المطار أو مغادرته الجدة أعتقد أنه يعني بموافقة الاتحاد الدولي أعتقد أن الاتحاد سيدفع ضريبة هذه الأخطاء الإدارية. والأولى أن التعامل يكون مع لاعبين، يعني لأن الاتحاد الدولي لا يسمح حتى لاعبين اللي المحترف يحق له أن يكون لها التعامل. للأسف أنا قلت لك في البداية أن بعض الأندية تتعامل مع اللاعب المحلي إنه ولدنا ومننا وفينا ويجلس يضغطوا عليه ولو أجلوا حتى ما يقدر وين يروح جالس عندنا، لكن اللاعب الأجنبي عندما تحدث له مثل هذه الإشكاليات حتى المدربين عندما تحدث مثل الإشكاليات يأخذ تذكرته يطلع المطار وجوازه مع السلامة ويحاسبك الفيفا ويغرمك ويدفع تدفع له غرامة
وتتوقف ما تسجل إلا لما تدفع في إشكاليات كثيرة. فأتوقع أن الإدارة التحديدية وضعت نفسها في مأزق صعب جدا إذا لم يكن هناك تعامل مادي فعلي مع اللاعب ودفع مستحقاته، وبالتالي لملمت الأوراق قبل بعثرتها في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا. جميل. فارس، بالنسبة لل يعني هالأمور من اللي وضعنا فيها؟ ما أتكلم عن الاتحاد تحديدا. شوف أنا أقول بشكل عام، يعني بشكل عام دائما مشاكل مع المحترفين كثيرة عندنا في الأندية السعودية. مع الأسف هو أحد أسباب تخلفنا الكروي أن هناك دوري محترفين يدار بعقليات غير محترفة. وين العقليات الغير محترفة؟ الإدارات غير محترفة من اتحاد كرة القدم إلى أصغر واحد في النادي، ما في احتراف في الإدارة. طب الدوري اللي تديره هي رابطة محترفين؟ حتى ولو كان احنا نشوف اللي عندنا ما في احتراف. الاحتراف منظومة كاملة وليست فقط للاعبين وعقود لاعبين. طيب الحلول في مثل هالأمور، يعني انت الآن تقول لي ما في احتراف. نعم. يعني بنحتاج انه يعني نستقطب قدرات خارجية، أو أنه على الأقل الفكرة للمبعوثين الآن للدراسة في الخارج وعودتهم، الآن ثلاثة مثلا مطلوبين في الاتحاد الآسيوي من الأسماء في هيئة الدوري المحترفين اللي في هيئة الدوري المحترفين. طيب هم اللي يديرون، ولغاية الآن ما شفنا نتاج عملهم، لكن أتكلم في الآن. طيب الآن مثلا هذول اللي خرجوا للدراسة في الخارج بعد عودتهم ما بتحصل النتائج في شكل سريع؟ أخي عندك أنت ولا تبغى القيادات بالنسبة لهيئة الدوري المحترفين؟ أنا أتكلم في هيئة الدوري المحترفين وفي الإدارات الأندية. إدارات الأندية عندك 14 نادي محترف في دوري زين، وعندك 14 في الدوري الدرجة الأولى، وعندك 16 في الثالثة. يعني هذه الإدارات تدار كيفما اتفق. مجرد أنا أعرف أنت ناصر، تعرف رئيس النادي يجي يدفع مبالغ يبغى يحصل نتائج، ما يبني لي لموسم كامل، هو الفترة الرئاسية. حد نادي عنده استراتيجية طويلة الأمد لمدة 4 سنوات. إحنا هنا الآن في النقطة ألف، نقطة ألف، وبعد 4 سنين راح نكون في النقطة جيم. ما في أي نادي. الإدارة عندنا تدار، الأندية تدار كيفما اتفق، وهذا واضح للعيان. تصرفات سوزا هي آخر شيء نتكلم فيه. يعني أعتقد أنه هذا يحرج الكرة السعودية كثير، ويدل أضعف الهيئة وضعف الاتحاد السعودي كرة القدم. يعني عندما يتدخل الاتحاد الدولي أو أن اللاعب تصل مشكلة الاتحاد الدولي، ونحن نذكر الإعلام أثار قبل فترة عديد من الأندية لديها مشاكل كثيرة، ممكن الآن حديث اللاعب الإيراني ومشاكل مع النصر، كثير من الإشكاليات، لأن ما عند زي ما قال أبو فارس ما عندك تعامل احترافي وعمل احترافي صحيح. احنا نتكلم عن الاحتراف وان عندنا لاعبين محترفين، ممكن احتراف نحصره في لاعبين ان اجانب صاروا يجوا يلعبون عندنا وصار عقود مع لاعبين محليين فقط. اما عمل احترافي اداري هو يعني رؤساء الانديه ياتون وصلت الى مرحله ان الرئيس يتبرع او يتفضل عن النادي انه يجي راس النادي، وهذه مشكله. وانا هذا يبي يحقق نتائج وقتيه فتره رئاسه، هذه يحقق نتائج وبعدين يقول لك انا مفلوسي يطلع النادي مديون للرئيس. أيه؟ يعني في هناك رؤساء انديه سابقين صحيح لديهم 10 مليون و20 مليون و14 يعني مليون، ويطالب الاداره التي تاتي بعدها من يليه بتسديد هذه الديون، ويطلب مخصصات النادي تخص النادي مستحقات النادي ان تحول لتسديد ديون. يعني احنا تتكلم اي احتراف تتكلم ومستحقات الانديه صار لها 3 سنوات من ايام اي ار تي ما اخذوا حقوق، لم تسلم حقوق النقل التلفزيوني اعطوهم قبل فتره. صحيح أنا الحين أشتغل في لجنة مع الهيئة، لكن لا يمنع أن أقول الحقيقة. يعني التصبيرة اللي أعطوها لجنة الاحتراف أو هيئة رابطة المحترفين الأندية ل3 مليون، هذه تشكل فقط 20% من مستحقات الأندية. الأندية تطالب وتصرخ، يعني الجميع يصرخ. الدرجة الأولى مستحقات الأندية من حقوق الرعاية أينها؟ مستحقات الأندية من النقل التلفزيوني اللي هو أكثر عائد، المفروض يكون لا اكثر عائد من الشركه الاستراتيجيه. هو المفروض يكون من النقل التلفزيوني. نعم. وانت تخبر يعني نعم. خارجيا يعني شركات الرعايه ما تكون تدفع، يعني مثل ما قال ناصر انه يقول اصبروا علينا شوي. لو هناك شركات لو كان هناك احتراف، لو كان هناك احتراف بكل امانه اقولها، كان طرح نقل هيئه نقل مباريات الدوري بالمزاد العلني، لانه هذا يعود على الانديه. ولكن في النهايه تم التعميد ولمده 3 سنوات وما شفنا شيء جديد. الشاهد انه احنا نقول الانديه اعطوا الانديه مستحقاتها، حطبق القانون. النادي اذا ما دفع رواتب لاعب المحترف ل3 شهور يحق له فسخ عقده. اتمنى ان لاعب سعودي شجاع
ينفذ هالشيء. ينفذ هالشيء. لو نفذ هالشيء كل اللاعبين سيتبعون. لكن تبقى كل مجلس الإدارة يروحون لها أو يروحون. القضية لو فسخ عقده. القوانين هل ستسعفه؟ القضية ما هي في اللاعب أن يتكلم. هناك لاعبين يتكلمون حتى مشاكلهم مع مدراء وكل أعمالهم. القضية ما هي القضية في هيئة رابطة المحترفين وفي الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجنة الاحتراف. المشكلة عندك زي ما قال أبو فارس بداية ما عندك ناس تعمل باحترافية وبعقلية محترفة. هو قال لاعب. نعم حتى لو عمل هالشيء. شهاد اللاعبين يطالبون. شهاد اللاعبين معتزلين الآن هم 10 سنوات وخمس سنوات لحد ما استلموا حقوقهم. وتحدث اللاعبين في الآن الأخير أن إذا كان النادي بيفسخ عقدي إني لازم أتنازل عن مستحقاتي السابقة ليتكلم عن 300,000 و500,000 حتى مبالغة يعني حتى لجنة الاحتراف تتعامل بطريقة غير احترافية. يجي آخر فترة ناس راح يشتكوا قالوا ليش ما شكيتونا قبل فترة. هي المشكلة من يعلق الجرس. إذا كان في هناك تنفيذ للقانون ساعتها يكون عندنا احتراف. صحيح هنا المشكلة. أنا قلت لك لو لاعب طلع من بيحمي لا, يعني. لا يحمي. إذا كان لاعب شجاع وطلع وألغى عقده مفروض هناك اتحاد كرة القدم والقانون من يحميه. القانون يحميه. إيه القانون لكن القانون نفذ القانون. نفذ القانون. هذا الإشكال. من يعلق الجرس. خلونا. هذا الإشكال. الإشكال الثاني لازلنا حنا ندور في فلك. أعتقد أن الدولة لم نطلع إلى الخصخصة. إذا رغبنا في احتراف حقيقي ومحاسبة الأندية يجب أن نشرع أن نطبق تخصيص الأندية فوريا ونعامل الأندية كشركات أو قطاع خاص. لها حقوق وعليها واجبات يجب ان تلتزم بها. نشهد هذا الامر في القطاع الخاص لكن فقط في الجهات الحكوميه والانديه لا زالت خاطئه. شاطرين في تشكيل لجان. شكلنا لجان قبل 10 شهور لجنه تخصيص الانديه وكان متوقع انه خلال شهرين تطلع النتائج. اختفى الموضوع. انتهى الموضوع. وقبل قبل سنوات سبب فارس في اختفاء الموضوع. انا اقول لك اذا يعني اذا كنت ذا راي فكن ذا عزيمه. العزيمه ما هي موجوده. قد يكون هناك عقبات اخرى يعني اكبر من اختيار لاخبار الصحافه. بالنسبة لاختيارك بفارس وقع على إيش؟ أنا اخترت مقال يدور في نفس فلك الموضوع اللي يدور في الساحة الآن هو سوزا. أيه؟ موضوع الكاتب عدنان جستنية كاتب البرازيلي نبغى سوزا. فأعتقد أنه لا بالبرازيلي ولا بالعربي راح يشوفون سوزا. للزميل عدنان بالبرازيلي عاوزين سوزا. عاوزين سوزا. طيب بالنسبة يعني في نفس الموضوع اللي تكلمنا فيه. أيه؟ يعني هذه مشكلة كبيرة بعد. يعني إذا قال برازيلي عاوزين سوزا قبل فترة يقولون وكيل أعماله كان يطالب بأن إلغاء الاتفاقية السابقة في أن تكون دفعات وتسليم 600,000 والله لغاية الآن شوف يعني أنا إذا صار خلاف في هالمسألة أنا أصدق محامي اللاعب لأن محامي اللاعب لا يمكن أن يقدم على خطوة ينقض فيها اتفاق وما هي من الأنظمة بعد. إيه ما هي تخالف الأنظمة. يعني هذا مو من طبائعهم هذا من طبائعنا نحن. فبالتالي انا اميل لتصديق المحامي. هناك دفعات بالقانون ما يتعامل بكلام وعود. يعني لا يمكن انه يقدم على خطوه وهو يخالف القانون. ما عندهم كلمه اصلح وتكفى وما تكفى وبعدين وبعد اسمه بالقانون. 1+1=3. اي نعم بالضبط بالورق حتى ما هو بالكلام. يعني يمكن عندنا نقول كلمه رجال والتزام. يعني انا اقول لك بالنسبه لموضوع سوزا في صحيفه الجماهير احقاقا للحق في يوم 24 الشهر كتبوا موضوع ان سوزا رفض اداء التمارين وان المحامي حقه تم نفي كامل من الاداره. الان تبينت كل الحقائق ان اللاعب ترك سكنه وامتعته واخذ اهله وطلع من الكومباوند اللي ساكن فيه وما يدرون وين ويتكلموا انه المطار في محاوله من شخصيه اتحاديه اعادته من المطار وترضيته. يعني حب خشوم. يعني حتى اللاعب هذا ما صار مثل اللعيبه اللي تقولون انه يعني هذا عارف نظام الاحتراف وماشي مع وكيل اعماله بنفس انا اعتقد ان الاتحاد تورط في هاللاعب لانه 50 مليون ريال او 60 مليون ريال. وفارس اللاعب كويس. إيه اللاعب مؤثر. لا تورط فيه قانونيا قصدي اخطاء اداره عمل. إيه اداره سيء عدم التزام بعقود بكل تاكيد لازم تتورط. اذا انك ما التزمت انت بعقودك اتفاقية اللي وقعتها اكيد بكل تاكيد انك ستدفع. يعني اللاعب جيد ومن البدايه وحنا نسمع ان اللاعب مو اليه التعامل في العقود كانت غير جيده. العقود وفي كل شيء. وهذا اشكاليه ثانيه عندك مسؤول احتراف النادي ومسؤول عقود. نفتقد للاداره المحترفه. نرجع لهالمنظومه وهالامر نفس الشيء. في نفس البلد. اختيارك اخوي ناصر. صحيفه الوطن ايضا. صحيفه الوطن. خبر يخص سوزا وخبر ان سوزا سينهي ارتباطه. نعم الزميل عماد عيسى. نعم يدور فيها فلك. لكن أنا اللي يمكن أخذ الموضوع بشق إعلامي أكثر أن العنوان حديث على لسان اللاعب. قرأت الخبر أكثر من مرة ما وجدت فيه أي تصريح للاعب كله معلومات
واعتقد ان هذا خطا مهني. يجب ان يكون اذا العنوان حديث مباشر للاعب يجب ان يكون هناك تصريح مباشر للاعب حتى تضع اسم اللاعب وتصريحه في العنوان. اما قضيه انك تعتمد على المصادر وتضع ان اللاعب سقاضي الاتحاد او سينهي عقد من الاتحاد بتصريح فعلي، فاعتقد انه يعني خطا مهني من الزملاء في الوطن الاتحاد يتقبلوه برحابه صدر. قضيه سوزا ايضا اشكاليه الخبر في تناقض، تحدث ان اللاعب كان مؤثر في الاتحاد ولاعب قوي، ثم يتحدث ان لن يكون ذا مشكله كبيره في المباراه ولن يكون تاثيره بحجم كبير. وفي الفقره اللي تسبق يتحدث ان اللاعب له تاثير، احنا ما نتاكد ان اللاعب له تاثير قوي في الاتحاد، وكان من الاسباب الرئيسيه لوصول الاتحاد نصف النهائي، وحتى قدم في مباراه الذهاب امام الاهلي مستوى كبير. اعتقد ان يجب ان الزملاء الاعلاميين يعني وانا جزء منهم عندما ننقل الخبر او نكتب الخبر يجب ان يكون فيه مهنيه نعم احترافيه. هذا اشكالي. سوزا اصبح في هالفتره بعد العيد مالي الدنيا وشاغل الناس. بالنسبه يعني المشكله انه هذا الحدث يحدث قبل لقاء مهم للاتحاد والاهلي. محمد كنا نشاهد اول من اللاعبين المحليين يتلقى قبل المباريات المهمه والديربيات والكلاسيكو، والمشكله الان لكن الان لاعب يعني محترف اي مثل هالنقطه الان يعني ممكن يغضب بعض الجماهير انك تناقشه في هالوقت. المشكله انه هذه الجمله اللي انا قلت انه مال الدنيا وشاغل الناس، اذا ما ناقشت انت سيناقش غيرك، هو الحديث الان الموجود. لا لا وهو يجب واضح يجب الاتحادين يلوموا ادارتهم زي ما قال ابو فارس يلوموا موقع العقد ومن وضع الخطا وين، مو بالقضيه في ولن يقف الاتحاد على سوزا في مثل هالمباراة وفي لقاء مهم للكرة السعودية قبل أن يكون للاتحاد أو للأهلي. ولكن قد يدفع ثمنها الاتحاد بالخروج بسوزا؟ نعم قد يدفع ثمن هذه الإشكالية الكبيرة التي الآن الاتحاد ينشغلوا عن المباراة الأهم والمصيرية في تاريخ الاتحاد بهذه القضية. بهذه القضية قد يشتت المدرب، يشتت اللاعبين، يشتت الإدارة، يشتت الجماهير. هذا يعني عمل أيضا المدرب الآن جد. هل يلعب فهد مولد ما يلعب بديل سوزا؟ إشكاليات كبيرة. هذا الأمر من عمل الإدارة وفصل الأمور والمشاكل عن ومن الاحترافية اللي تحدث عنها ضيوفنا الكرام. سنواصل الحديث في قضايا أكثر وأكبر بعد وقفة قصيرة، لا تذهبوا بعيدا، يبقوا على روتانا خليجية وبرنامج كورة. الأهلي يتوعد قراصنة السوق السوداء ويروليم يقاتل للتخلص من قبضة الظروف. اهلا بكم متابعينا الكرام، واهلا بمن انضم الينا الان. حديثنا في برنامج كوره برفقه الضيوف الذين اسعد بهم زميل طارق بن طالب وايضا زميل ناصر الغربي. اهلا بكم. نعود لمواصله الحديث في هذه الحلقه. توقف في فتره العيد وبعض المباريات الوديه اللي اقيمت في فتره التوقف للانديه، والعديد من المباريات التي لعبت استعدادات كبيره والبحث عن الفرق، التنافس الكبير الذي يحدث دائما، الخوف دائما من مناطق المؤخره، لكن الصراع دائما حول القمه في هذه الفتره منذ انطلاقه دوري زين وما صنعه الفتح من فارق كبير في كرسي الصداره. الصراع الاكبر والانديه السعوديه وتحضيراتها والعوده للمنافسه، قراءه للزملاء حول ذلك. عندما تنطلق منافسات الجولة 11 من بطولة دوري زين السعودي للمحترفين، فإن السباق يعود من جديد بين الأندية للتنافس في كل الاتجاهات، فالفرص لا زالت قائمة للجميع سواء للمنافسة على اللقب أو التأهل لدوري أبطال آسيا في النسخة بعد القادمة، أو حتى الوصول لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال. المقدمة تشهد صراعا بين عدد من الأندية يحدوها الأمل في تعثر الآخرين، فالفتح بنقاطه 23 في صدارة الفرق وسط ملاحقة صريحة من الشباب ب22 نقطة،
ثم الهلال بنقاطه 20، ويأتي بعد ذلك الاتحاد في المركز الرابع ونقاط بلغت الرقم 15، وفرصة الملاحقة موجودة بشكل كبير بوجود مباريات مؤجلة يساعده الفوز فيها على الوصول لرقم منافس على الصدارة. نجران بذات الرصيد، لكنه استنفذ لقاءاته وهو الآن في المركز الخامس متفوق على النصر بنقطة واحدة، مع وجود لقاء مؤجل للأصفر مع ملاحقة مباشرة من الاتفاق الذي يملك 12 نقطة في المركز السابع. في المركز الثامن يأتي الأهلي بأحد عشر نقطة، وقد خاض الفريق 6 لقاءات ويملك فرصة المنافسة حيث 4 مباريات في رصيد آجل قد تدفعه للصدارة في حال الفوز بها. يساويه بنفس الرصيد الرائد، ولكن في المركز التاسع مع لقاء واحد في قائمة التأجيل. ثم يأتي عاشرا فريق الشعلة بعشر نقاط من 10 لقاءات، وهو بحاجة لعدد جيد من النقاط للمحافظة على حظوظه في البقاء موسما آخر مع الكبار. ثم تأتي فرق هجر والفيصلي بسبع نقاط مع تنافس محموم للهروب مبكرا من منطقة الخطر التي بدأت تدور دوائرها على التعاون، صاحب المركز 13 بنقاطه 5، والوحدة الذي يقبع في قاع الترتيب بنقطة وحيدة. دوري زين وعودة راحة دوري زين المحترفين للدوران، مباراة يعني في العديد من المباريات المهمة، يعني ربما البعض ينظر إلى مباراة الاتحاد والأهلي قبل الآسيوية من جانب، البعض يرى الفتح اللي متأخر بمباراة ومتصدر إلى الآن، طبعا في العديد الاتفاق والشباب ربما هي تكون مواجهة، الشعلة مع النصر الشعلة يبحث عن نقاط كما رأينا في التقرير، في شوي لعبة كراسي مختلط، خصوصا أنه عندنا العديد من المباريات المؤجلة، يعني الأهلي أيضا مبارياته المؤجلة كثيرة، يعني فوزه فيها ربما يذهب به إلى الصدارة، لكن الجولة القادمة بعد فترة توقف دائما الانطلاقة بعد عيد الأضحى تختلف عنها في فترات توقف أخرى، يأثر شوي تأثر أمور اللي يعني شوف بعض أمور التغذية تأثر شوي، بعض اللاعبين أيضا يذهبون للحج وكذا، بعد ما اشتعلت المنافسة ووصلت بعض الأندية 70% من مستوياتها، الآن ستعود من جديد لمباريات رتيبة. تأجيل المباريات هذا اللي صار لغاية الآن احنا نشوفه شوي يأثر، لكن القادم أكثر، عندك مشاركات الأندية قادم أسوأ. اي نعم، يعني عندك الأندية ما كفانا مشاركات في البطولة الآسيوية، الآن في مشاركات في البطولة العربية والبطولة الخليجية في يناير كأس الخليج. اي نعم، في يناير كأس الخليج، لغاية الآن لجنة المسابقات ما أصدرت جدول مباريات الدور الثاني، فيعني الله يكون في عون الكرة السعودية والأندية والمدربين بالذات. ممتاز. بشكل عام قبل ما ناخذها كتفاصيل اخوي ناصر، كنت اكيد حيحصل دروب، دائما الفرق اللي في المؤخره الان يعني ممكن تستفيد من مثل هالفترات، قليل لعيبتها تروح منتخبات، لا معالجه اخطاء، دائما معالجه وضع الفريق، يعني تمارينهم وإجازاتهم تكون تشافي المصابين، تشافي المصابين، هي معالجه الفرق المؤخره او الفرق الوسط وما تحت، تعالج اخطاء، تعالج وضعها الفن المتردي، لكن من يدفع الضريبه هم فرق المقدمه وفرق المنطلقه في المنافسه بشكل قوي، بكل تاكيد التوقف حيضر الفريق بشكل كبير، حيؤدي الى هبوط المستوى زي ما قال ابو فارس 70%، حتنزل الى 40 الى 50%، وبالتالي حتتضرر من بدايه المباريات، حتدفع ثمن خساره نقاط، لو استمر الدوري قد يكون وضعك افضل، حصدك للنقاط افضل، بكل تاكيد الفتح حيتاثر، الشباب حيتاثر، الهلال حيتاثر، يمكن الاتفاق مشاركته في كاس الاتحاد وان خرج قد يكون انعكاسها ايجابي للفريق، لانه يحاول تحسين وضعه ومعالجه الصوره الباهته اللي فاجئ الجميع فيها في نصف نهائي كاس الاتحاد الاسيوي،
فبالتالي الفرق المقدمه تدفع ضريبه والفتح اكبرها يعني. وايضا بالاضافه ان الفتح يعني الان يعاني اشكاليه العروض التي تنهال على لاعبيه اولتون وبقيه اللاعبين، قد يشكل ازمه الاداره والفريق ويخلق نوع من التشتت الذهني للاعبين، وبالتالي قد يدفع الفتح ضريبه قاسيه لهذا التوقف. مثل هالفرق يعني هالنقاط، خلينا في الفتح المتصدر، هنا نفس النقطة اللي كنت تتكلم عنها قبل الفاصل اللي هو العمل الإداري في فصل دائما يعني إبعاد اللاعبين عن مثل هالأمور. مشكلتنا إحنا إذا جت مشكلة في نادي الجمهور على اللاعبين على الصحافة اللي المحبة للنادي يلمها النادي دائما، النادي يساعد أنها تكون في نفس المنظومة، وهذا أكبر خطأ. طبعا الأندية الجماهيرية تختلف عن الأندية الأخرى، يعني الأندية الجماهيرية المشاكل تظهر فيها فورا، انعكاساتها أقوى بكل، ولذلك من الصعب أنك تفصل اللاعبين عما يدور في الإدارة، وإذا قدرت تفصل عما يدور في الإدارة من الصعب فصل اللاعبين عن الضغوط التي تجيهم من الجماهير. لا ممكن حتى لو فصلت حتدفع الثمن، ممكن الكثير من الجماهير تحدث أن الإدارة عندما فصلت اللاعبين عن الجماهير دفع الفريق ثمنها غاليا في دوري أبطال آسيا. لا تستطيع، لأن الضغط الجماهيري عشاق النادي لا يرحمونك، لا يرحم الإدارة، يرحم اللاعبين. لكن إدارة الفتح من أميز، يمكن أنا أعتبرها أنجح إدارة في الدوري السعودي، إدارة المحترفة. نعم، إدارة تجبرك على احترامها، نعم، بعملها، باختياراتها، بثقتها. أن تمنح مدرب عربي 5 سنوات أو 6 سنوات للعمل مع الفريق وصناعة فريق قوي تحصد ثمارة حتى الآن، بكل تأكيد هي إدارة محترفة حتى تعاملها مع حتى الأحداث اللي تصير، يعني الفوز أو الخسارة. نعم، مختي يختلف عن باقي الأندية، حتى تعمل مع الأخطاء التحكيمية والانعكاسات التي قد تحدث في مباريات، تعملها يعني أفضل بكثير من الآخر. أتمنى الأندية الأخرى يصيبها عدو من الإدارة. هو الحقيقة الفتح ظاهرة الفتح، يعني ظاهر النادي النموذجي، وأعتقد أنه مدرسة الفتح الإدارية يجب أن تدرس. جميل. بالنسبة للفتح ولغيره من الأندية ستتضح الأمور بعد فترة التوقف في الجولة القادمة اللي ستنطلق نهاية هذا الأسبوع. بالنسبة للأهلي، وفي البداية في أخبار شوت كان بعض النقاط اللي كانت في خبر سوزا بالنسبة للغيابات الكثيرة على الأهلي. الأهلي خسر مباراته السابقة في دوري أبطال آسيا أمام الاتحاد بهدف، مع أن المباراة كانت تعتبر على أرض الاتحاد. الكثير من الأمور، الغيابات، البعض تحدث عن الخطوط الخلفية، غياب كامل الموسى، والبعض تحدث عن أنه لا، هناك أشياء إيجابية بأنه الأهلي عنده عناصر كثيرة شابة تعوض الغيابات. لكن السؤال، هل ظروف الأهلي وراء سقوطه أمام الاتحاد في الآسيوية؟ قراءة أخرى للزملاء من تقارير هذا البرنامج. كسب الاتحاد لقاءه الأول أمام الأهلي في الدوري نصف النهائي لبطولة دوري آسيا، وارتاح قليلا ريثما يحين لقاء العودة الذي يدخله بأكثر من فرصة. أما الأهلي فهناك حديث آخر تنتظره الجماهير الأهلاوية لعلها تجد تفسيرا لما حدث في ديربي آسيا. نعم، كان الأهلي حاضرا في اللقاء وكاد أن يسجل في أكثر من محاولة لعماد الحوسني، ولكنه في النهاية خرج خاسرا. للمرة الثانية خلال أسبوع يخرج الراقي بخسارة ودون أن يزور الشباك. ففي الجولة 10 من بطولة دوري زين عاد من نجران بخسارة بهدفين. كان الجميع يتوقع أن المدرب الأهلاوي لم يهتم بهذا اللقاء تحسبا للقاء الاتحاد، وأنه يجهز طعما للعميد، لكن شيئا من ذلك لم يحدث. فقد استمر التراجع الأهلاوي وغابت خطورة مهاجميه، بل وانكشف خط هجومه لعدم وجود الممول الذي يعول عليه الفريق في صناعة الفرص لعماد الحوسني وفيكتور سيموس. فتيسير الجاسم ومنصور الحربي لا يستطيع وحدهما من خلال الجهة اليسرى أن يفعلا كل شيء، مما اضطر سيموس وعماد للعودة للخلف لصناعة الفرص، وحتى محسن العيسى لم يعد بذلك اللاعب الذي يشكل خطورة كما كان في بداية انطلاقاته مع الأهلي. قبل بداية اللقاء خسر الأهلي لاعبه كامل الموسى أثناء عملية الإحماء،
ومعها فقد الراقي أحد أركان دفاعه، وهذا ما بعثر بعض أوراق جوراليم. عموماً أمام مدرب الأهلاوي فترة كافية لمعالجة وتصحيح أوضاعه قبل مواجهة الاتحاد في لقاء الرد الذي لا يتحمل المزيد من الأخطاء. هذه بالنسبة لمباراة الأهلي والاتحاد. خلنا نبدأ معك أخي ناصر، يعني الغيابات خلنا في كامل الموسى، ربما الجزاوي في فترات مؤخرا كان يلعب أساسي في كثير من المباريات لكنه لم يكن أساسيا على فترات طويلة. يعني كامل الموسى اللاعب الوحيد العام الماضي اللي لعب كل دقائق المباريات كل الموسم، يعني اللاعب الوحيد ربما هو لا هو ولاعب آخر اللي في دوري زين كامل، لكن إذا كنا نتحدث عن الأهلي فهو اللاعب الوحيد اللي لعب كل الدقائق. بكل تأكيد هيكون مؤثر في الأهلي بشكل كبير. أعتقد أن جيروليم يعني لديه ورطة أخرى مشابهة لكنيدة مدرب الاتحاد، ولكن جيروليم من الإصابات والغيابات التي قد تحصف الفريق. حتى الجزاوي لاعب مؤثر، لاعب مغير في المباراة، يدخل ويأثر في النتيجة بشكل إيجابي لفريقه، يساعد فريقه في كثير من المواجهات. لكن أعتقد أن يعني خسارة الأهلي مباراة الذهاب بهدف فقط، رغم أن يعني الاتحاد ضيع كم كبير من الفرص، قد تكون هي المحفز الأكبر للاعبين لتقديم مباراة قوية. أيضا البدائل لدى الأهلي، أعتقد أنها يعني لديه البديل، تحدث عنها ممكن بشكل سابق في الحديث عن الأهلي. البدائل لدى المدرب لديه القدرة على إيجاد لاعب يؤدي أدوار الغائبين بشكل إيجابي، لاعبين شباب حتى، يعني مو لاعبين كبار في السن قد تكون يعني ابتعادهم عن المباراة يؤثر عليهم، لاعبين لديهم الحافز، لديهم الدافع القوي لخوض المباراة والصراعات القوية في المباراة. وأعتقد أن المباراة القادمة ستكون تشهد صراعات عنيفة في أرضية الملعب بين اللاعبين. بكل تأكيد أنها يعني أنا أتوقع أن الأهلي هو المستفيد أكثر من الاتحاد من نتيجة الذهاب، لأن الحافز أكبر لدى الأهلي، المدرب الأهلي قادر على انتزاع النتيجة من الاتحاد إذا استطاع أن يؤمن مناطق الخلفية بشكل جيد ولا يعرضها لهجمات اتحادية كثيفة مثل المباراة السابقة. هذا خلينا نقول العنوان الأكبر للتقرير، أنه هل ظروف الأهلي وراء سقوطه في المباراة الماضية؟ ما بنتحدث عن القادم، نرجع للمباراة الماضية. يعني إحنا يعني كلمة سقوط شوي يعني خسارة، يعني خسارت على أرض الخصم بهدف، يعني مي بخسارة كبيرة. يعني الأهلي كان في بداية المباراة كان أقرب للتسجيل. صحيح. لو حدث أن الأهلي يسجل في المباراة كان صار موازين اختلفت الموازين، لكن خسارته بهدف واحد. يعني أعتقد في فلسفة الذهاب والإياب لا تعني شيء. الأهلي يتمتع بقوة هجومية كبيرة، صحيح أنه راح يفقد كامل الموسى، لكن المدرب الأهلاوي أعتقد أنه بإعادته البالمينو في قلب الدفاع المباراة الماضية كان بجانب عقيل بالبيت، يعني قدر يغطي هالثغرة هذه. لكن الشاهد أنه الأهلي إذا أراد الفوز يجب عليه تأمين منطقة الدفاع بشكل ولا يندفع هجوميا حتى يعني في بداية المباراة كما حدث في مباراة الذهاب. مباراة الذهاب كان اندفاع مبرر لأنه كان يحاول أن يسجل هدف بأي طريقة، لكن في مباراة الإياب اللي هي على أرضه أنا أعتقد تأمين الدفاع ومن ثم البحث عن تسجيل هدف. جميل. استطرادا لنفس الموضوع وهو الظروف، الحديث اللي تحدث بعماد الحوسني بعد المباراة أنه عدم الجاهزية الكاملة، الإصابة اللي يصيبها مع المنتخب، هذه الأمور أثرت؟ المدرب استعجل في انه يشركهم او انه ما لديه بدائل؟ لا، يعني مثل المباراه زي ما قال ابو فارس كان يبحث عن تسجيل هدف في طب اذا اللاعب عندي مو بجاهز، يعني انا ممكن حتى وان كان عماد الحوسني كان قادر يسجل، شاهدنا حصل اكثر من فرصه حتى بنصف مستوى، عماد مؤثر اكثر من اي لاعب اخر في الهجوم الاهلي. هو تحدث حتى عن زميله فيكتور، يعني هو قال احنا المهاجمين زي غير مكتملين الجاهزيه الكامله. هذا دليل ان المدرب الاهلي كان لديه منهجيه وكان لديه رؤيه واضحه انه يحقق نتيجه ايجابيه في هالمباراة. لأن يعرف أهمية الذهاب والإياب. لكن ذكر أبو فارس الكولومبي بلامينو، وأعتقد أنه هو محور
الخط الخلفي في الاهلي. خسره طيب الاهلي في المحور الارتكاز؟ لا بالعكس، كان عالى، استفاد منه كدفاع، كان عالى، لكن هل خسر مركزه في المحور؟ كان عالى على الاهلي في المحور، كان لاعب سبب، كان من اميز اللاعبين، كان مسبب مشاكل في الاهلي في المحور، وحتى انه كانت الاداره على وشك انه تلغي عقد اللاعب، لكن اعاده احتياج المدرب له، اعاده الخط الدفاع اثبت وجوده وتميزه واعطى امان للفريق. كان حتى في مركز المحور كان الاهلي حريص انه يجدد له بجانب، يعني شكل ثنائي مع وليد باخشوين بشكل جيد. حتى ما كان حسب قربي من الوسط الرياضي والاعلام الرياضي، بلمينو كان على وشك الغاء عقده لولا ان نجح جارولين في سحبه للخط الخلفي. وكان اذا نذكر، بس لو كان الموسى موجود ممكن ما يكمل في، لا مستمر بلمينو، ممكن ما يستمر في، لا ما يستمر في بلمينو، لو يكتملون المدافعين ممكن يستفيد منه في مركز. اختلفك محمد، لو بلمينو يعني حجر زاويه في خط الدفاع الاهلاوي لا يمكن للدفاع الاهلاوي ان يكون بالقوه في غياب بلمينو. يعني وجود بلمينو ظهر قائد للدفاع الاهلاوي، وحتى مشاركاته في الكره الثابته وتقدم للامام له نجاعه ايجابيه فيها، خصوصا مركز المحور الاهلي عنده بدائل كثيره، عنده معتز الموسى، عنده يحيعتين، عنده وليد باخشوين، عشان كذا جابوا يحيعتين من الاتفاق. يعني ترى في فتره انتقالات، نعم يعني عندهم رؤيه، يعني عند ممكن الاداره الاهلاويه يعني عندها استراتيجيه يمكن مشابه للفتح، حتى اشراكهم للعناصر الشابه جيد. نعم، عمليه الاحلال هذه هي، ان الاهلي عنده قدره، ان عنده بديل، وبديل شاب لديه الحافز. انت تعرف عند بعض اللاعبين الصغار عنده لما تتاح له الفرصه في مباراه ديربي بحجم المباراه وفي هالمرحله يكون عطاءه داخل الملعب مضاعف بشكل كبير، وايجابيته تكون اضافه للفريق. صح. ما حدث في المباراة السابقة في دوري أبطال آسيا أو ما يسبق المباراة، خصوصا في التقسيم الجماهيري، لنتحدث عن هذا الموضوع الذي أشبع كثيرا، ولكن توزيع التذاكر في نادي الاتحاد جعل الأهلي يخطط كثيرا لآلية التوزيع في المباراة القادمة. بعدما حدث من فوضى وغضب عارم من سبب توزيع تذاكر الديربي الآسيوي قبل موقعة الذهاب بين الاتحاد والأهلي، تعود الإثارة من جديد، ولكن هذه المرة لدى الطرف الأهلاوي. فبالأمس أصدرت إدارة النادي الأهلي بيانا كشفت من خلاله آلية توزيع التذاكر في يوم المباراة للحد من الفوضى والقضاء على السوق السوداء، مع مراعاة الحرص على التنظيم الجيد والسلاسة في نفس الوقت. ويبدو أن الإدارة الأهلاوية قد رصدت الحركة الجماهيرية في موقعة الذهاب، حيث حددت جميع الأمور المتعلقة بهذا الجانب من الآن، ابتداء بالوقت ومنافذ التوزيع، ومرورا بأرقام البوابات الخاصة بالجماهير الخضراء، ووقوفا عند التوجيهات التي أصدرتها للحفاظ على المظهر الحضاري والمؤازرة الجماهيرية الراقية. الإدارة الأهلاوية أكدت من خلال تحركاتها التنسيقية والتنظيمية حرصها على المشجع وحمايته من التلاعب من قراصنة السوق السوداء وعناء الإرهاق من جراء الانتظار لوقت طويل. جماهير القلعة تنتظر بفارغ الصبر يوم توزيع التذاكر حتى تكون على الموعد مع فرقة الرعب التي تبحث عن الفوز لإسعاد تلك الجماهير العاشقة لناديها بعد أن كانت تحترق وهي تشاهد فريقها في موقعة الذهاب يلعب أمام مدرج اكتست معظم مسطحاته باللونين الأصفر والأسود. لبرنامج كورة، حسن الجهني. تذاكر وما أدراك ما التذاكر بفارس، يعني سوت مشكلة في المباراة السابقة والآلية اللي كانت، يعني خلينا نقول الأهلي استفاد مما حدث في الاتحاد، ما نقول إنه مشكلة، استفاد مما حدث من مشاكل في الاتحاد. لا، طريقة التوزيع كانت بدائية في مباراة الاتحاد، مع احترامي للاتحاديين، يعني احنا كنا قاعدين نتكلم على الاحتراف. الاحتراف يشمل الإدارة ويشمل اللاعبين ويشمل الإعلام ويشمل التسويق ويشمل التنظيم، هذا احنا نسجل فيه صفر مع الاسف. يعني مباراه مثل مباراه جماهيريه هذه، انا كان المفروض نادي الاتحاد يستغل جماهيريته وشعبيته انه يبيع التذاكر باسعار مضاعفه، لانه كان في اليه الاتحاد الاسيوي انه تحدد انت السعر، تحدد السعر انت على ملعبك، انت تحدد السعر،
مع الأسف احنا مشينا بالآلية اللي هي محددها الاتحاد السعودي تحديد سقف التذاكر في المباريات المحلية. لو كان هناك فكر تسويقي كان الاتحاد ممكن يستفيد ماديا ويكون فيه الحضور بطريقة تليق أكثر. اللي شفناه في التقرير شيء مخجل. طريقة توزيع التذاكر طريقة بدائية زحمة عند الملعب. يعني إلى متى ونحن نسير في فلك الإخفاقات وفي سلف في فلك اللخبطة اللي قاعدين نشوفها؟ أصدار البيان من الأهلي في آلية توزيع التذاكر المباراة القادمة والطريقة وتحديد الأوقات. الأهلي يعني طريقة تختلف عن الاتحاد. الاتحاد أنا قلت عشان كذا قلت استفاد من ال... لا ما استفاد سبقه. أنا أعتقد أنهم يعني كان الأهلي حتى تعاملوا في فكرة التوزيع عدد الجماهير كان جيد. يعني ما اعترض ولا قال دعي الاجتماع والاتحاد رفض وقال اوكي ماشي ما يخالف. لكن بالنسبه لهم لتحديدهم احنا يعني في مباراه الاتحاد الى قبل المباراه بيوم واحنا ما احنا عارفين كيف طريقه التوزيع. الى ان طلعت فكره توزيع العمد فكره العبقريه عن طريق العمد وهذا اثر سلبيا لان شفنا بعض المقاعد فاضيه. لكن في مباراه الاهلي ما اعتقد انه راح يصير نفس الشيء. انا اعتقد راح تكون في الملعب مليان بالكامل ما راح تصير مشاكل في توزيع التذاكر لانه النادي تكفل بها عن طريق منافذ البيع في النادي. منافذ البيع وهذا صحيح للاسف الانديه ما تستفيد. يعني ممكن احنا نشاهدها اوروبيا المناظر هذه يستحيل ان تشاهدها يستحيل حتى حضر بطولات اسيويه وبطولات عالميه كاس العالم ما في بهالطريقه. ما يعني تشتري تذكره يعني في البيت هذه يعني هذه الكترونيا تشتري التذكره إيه؟ ما البطولات يعني انا لو قلت لي قبل 20 سنه اقول لك اوكي هالكلام 20 سنه كنا نشوف المنظر. يعني هالسرعات على الشباك التذاكر واللي جاي طاير من فوق واللي يعني منظر يعني ما اعتقد انه يعني يليق بنا حتى في تنظيم. ممكن التوزيع المجاني يعني يؤثر هذه كارثه اخرى هذه كارثه اخرى لما تكون التذاكر مجانيه هذه كارثه اخرى محمد. يعني يعني الأندية الأوروبية مباريات الجماهيرية مباريات الكبيرة اللي تضمن نعم فيها هي, هي, هي المورد لك اللي تضمن هي المورد لك. يعني يعني أعتقد قبل أسبوعين شاهدت أحد البرامج التلفزيونية وكان في أحد أعضاء هيئة دور المحترفين كان مسؤول مسوين دراسة عن الأشياء المشجعة والأشياء كان من ضمن التذاكر صحيح تذاكر يعني أبو فارس يقول يعني تستغل يعني هو تحدثوا أنه ممكن إحنا نرفع سقف التذاكر لأنها أسعارها في متناول اليد للجميع. مثل هالمباراة يعني أنت أنا متأكد إنه حتى لو إنك ضعفت المبلغ حيجيك جمهور. لأن مباراة مفصلية الفريق في نصف نهائي دوري أبطال آسيا ومباراة أمام غريم تقليدي ديربي كبير الكل حيجيك بالإضافة إنه يعني فترة إجازة وأعياد خارج من جدة. وقتها مناسب جدا المباراة القادمة. فأنت صح. عشان تخف وسعة الملعب أصلا ما يعني محدودة. تتغطى أنت بالتالي أنت تستثمر هذا الجانب. في الاخير هو مد امام المباراه على ملعبك وريع المباراه لك يجب ان تستثمر بشكل ايجابي وتوزيع بشكل صحيح. يعني حط منافذ بيع ارفع سعر التذاكر حط اليه تذاكر الكترونيه ما يحتاج. الان انا متاكد انك بيوم الاربعاء لما تروح تحضر المباراه قبل المباراه باربع ساعات حتلقى سوق سوداء لبيع التذاكر. يعني شاهدنا في كثير من المباريات انك تشتري المباراه التذكره ب 20 وتوصل 200 و300 ريال وتلقى جمهور يدفع ويشتري ويحضر. فانت خليها ب 50 من البدايه وخليها ب 50 وخل في آلية يعني محددة يعني ما تدخل في قضية السوق السوداء. أنا بعطي مثال في سنة 1994 لو كان يعني قبل ما تعطينا مثالك لو كان النهائي في يعني مثلا فاز الهلال في مباراة أمام أولسان وأصبح النهائي في الرياض وما وصل فريق سعودي آخر مثلا وهو سيصل طبعا الاتحاد الأهلي لكن أضرب مثال خلينا نقول النهائي كان في الرياض وجاء فريق خليجي أو فريق أحلام صيف أو فريق ياباني وفيها تذاكر كيف بتكون؟ لا كيف بتكون انا اقصد كتوزيع تذاكر اشكالية كان من الاليه انه لو فاز الهلال على اولسان يكون النهائي في الرياض صحيح او لا تدري توزيع الاتحاد الاسيوي لو تفتح عمل الشيطان لكن لا انا اقول لك لو افترضنا انه النهائي في الرياض كيف بيكون التنظيم اعطيك اعطيك شيء يعني يحل لك هالاشكاليه. عندنا في المملكه ما في شيء مثل دول يعني طبعا مع فارق الزمن والتوقيت مع الدول الاوروبيه ما في شيء يثبت انك هلالي ولا نصراوي ولا هلال اتحادي ولا اهلاوي ما في عضوية في النادي حتى فلذلك أنت صعب أنك تروح تعطي لأحد العمدة أنه يوزع على كيفه كيف يعرف أنك اتحادي وكيف يعرف أنك أهلاوي يوزع على أصدقاء وزع على حقته
وبالتالي شفنا قصة الأهلاوي اللي أخذ تذاكر وشققها على الهواء. يعني هي قصة يعني قضية آلية مستحيل تطبيقها في الملاعب السعودية نظرا لعدم وجود عضوية للجماهير في الأندية. جميل، ويجب أن تدرس. خلينا نقول المثال حق 94. في سنة 1994 إحنا نتكلم قبل كم؟ قبل 18 سنة. البطولة العربية اللي استضاف النصر. أنا كنت رئيس اللجنة المالية. قرر رفع التذاكر إلى 40 و50 ريال. صحيح. مباراة النصر والهلال اللي أقيمت في ذاك الملعب أنا شخصيا مستلم 2,050,000 ريال حصيلة مباراة واحدة. جميل. من وتر الأندية وماذا فعلت لجنة الانضباط؟ كل ذلك بعد وقفة قصيرة، لا تذهبوا بعيدا. $35 مليون تشعل صراع القنوات الفضائية قبل كأس الخليج. أهلا بكم متابعينا الكرام، وأهلا بمن انضم إلينا الآن. حديثنا في برنامج كرة عن العديد من الأمور والتقارير، أسعد بكم وبضيوفي في الاستوديو الزملاء طارق بن طالب وناصر الغربي. نواصل الحديث حول العديد من التقارير، قرارات لجنة الانضباط التي تتفاوت كثيرا وتتأخر كثيرا في أحيان أخرى، وقراءة أخرى أيضا حول أمر هام في دوري زين السعودي وأمور دوري زين السعودي. اللاعب الرجولي أو اللاعب الخشن، اختلفت المسميات واختلفت القرارات. فما نراه من لقطات في بعض المباريات في كرة القدم السعودية يصنفه البعض تحت أسلوب اللاعب الرجولي، ويراه آخرون لاعبا خشنا، فيما يصفه بعض المتابعين بأنه جريمة قد تتسبب في إنهاء مسيرة اللاعب. انبراشات، احتكاكات، عنف، بطاقات ملونة، وعقوبات إدارية. ولكن ومع كل لقطة خشنة تترقب الأنظار قرارات لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، فمنهم من يبدأ بمطالباته بالعقوبة مع نهاية صافرة الحكم، ومنهم من يطالب بها عبر الإعلام. ولكن القرار الأخير بيد لجنة الانضباط، والذي يغلب عليه عدم الرضا من إدارات وجماهير الأندية، لتقع اللجنة في دوامة من الاحتقان الجماهيري والضغط الإعلامي والبيانات الإدارية، فتبدأ المقارنات والاستشهادات والتساؤلات. فكيف تصدر اللجنة قرارات وتتغاضى عن أخرى؟ وما هي المعايير التي يتم على ضوئها اتخاذ هذه القرارات؟ تتغير خي ناصر الامور بين فين واخر، نفس الحدث يحدث في مباراه ثم يحدث في مباراه اخرى، تتاخر الامور، يعني ما عندنا شيء واضح في قرارات اللجنه. ما في نظام يطبخ، ما في احترافيه زي ما قلنا بديت البرنامج، ان هذا صار عنواننا الاكبر في حلقه لا اليوم. يوجد معايير، النظام موجود، النظام موجود، لكن من يطبق النظام؟ الاشكاليه ان تتفاوت بحسب المتضرر والمستفيد من الخطا. بالضبط، ما قوتك أنت كإدارة وكنادي وكجماهير في التأثير على لجنة الانضباط؟ ما مدى صارت اللجنة للأسف تخاف من تطبيق النظام،
والعقوبة واضحة، الخطأ واضح، العقوبة واضحة، تنتظر أسبوع أسبوعين تتأخر، وعندما تخرج العقوبة نشاهد كثير من المتخصصين حتى في القانون يفندون أخطاء القرار وعدم استناد لنظام واضح، تجد أن الفقرة هذه يعني للأسف حتى في النظام هناك فقرات طبابية يعني تستخدم في حالة زي الفرق بين الركل والرفس والضرب مبررات يعني للأسف حتى يعني النظام أعتقد النظام لا زال في إشكالية كبيرة. الموسم الماضي عندما حاول تطبيق نظام غريب عجيب أوقف وأنه أحيل للدراسة ومعالجة ما فيه من أخطاء، والحين ننتصف تقريبا في الموسم الجديد ولم تظهر اللائحة السابقة التي أمر بدراستها وتعديل أخطاء. صحيح. المشكلة في نقطة بسيطة، يعني أنت مثلا اللي قال أخي ناصر في نقطة اللي ذكرت أنت كلمة المعايير، تجي بعض الأحداث يمكن يكون الحدث جديد ما له نقطة، يعني يشوفون أقرب آلية له، أقرب معيار يناسب هذا الحدث، لأنك المعايير في البداية ما كتبتها بشكل صحيح، لذلك لو ما في نظام كامل. نظام أنت لا يمكن أن تأتي برجل قانوني ما مارس كرة القدم ويكتب لك أنظمة. يعني لما تيجي أنت تحط معيار، أنت تحط كافة الاحتمالات اللي ممكن أنت يتعرض لها، يعني هذا الأساس. لكن أنا إحنا اللي شاهدته واللي لاحظته أن مجرد قص ولصق في الأنظمة، واللجنة الانضباط من العام الماضي وهي يعني تمارس أخطاء خطيرة لا علاقة لها بالقانون أبدا، كيف لك أن تصدر عقوبة قابل الاستئناف ويستأنف الشخص وتنفذ العقوبة؟ العقوبة لا يجب أن تنفذ إلا بعد البت في الاستئناف. السنة هذه قرار الأمير فيصل بن تركي قرار خاطئ، كان مبني على فقرة خطأ، والأدهى من ذلك أنه يرجعون يعدون القرار. يا أخي أنا استغرب أنه يكون قانوني يرأس اللجنة هذه. في المحاكم في الدول المتقدمة نحن نشوف أحيانا ألغاء أحكام كاملة بسبب خطأ إداري في تنفيذ في التفتيش أو في إجراءات القضية. لكن إحنا الآن هذا صار حشفا وسوء كيلة، خطأ في البداية في قرار معتمد على مادة خطأ، ولا اللاعب الأمير كان مسجل في السكور شيت، وبعدين تطلع تقول لا إحنا أخطينا في التبرير. يعني أنا هذه يعني أضحوك. نتكلم عنها. تلغى العقوبة وانتهى الموضوع. أمنك تعدلها. الكثير من الحالات. قبل يعني خلينا نختتم هذه النقطة في جزئية. عيب إننا نجيب قرارات يعني لجان انضباط من الدوري الإنجليزي ومن الدوري الإسباني. محمد المشكلة إنه ما جاب. طارق إنه نكتب يعني كل المتوقع. ليش ما أجيب أنا؟ جابوا آلية انضباط جاهزة. جابوا آلية لكن أخطاء في الترجمة. ترجم في الصياغة. للأسف إن يعني أنا أعتقد إن سوء اختيار، يعني محترم الكامل للموجودين ولهم كأشخاص، لكن كعمل سيء جدا. وضع قانون يعني بالعكس المفترض تجيب القانون الاتحاد الدولي والترجمة الصح. للأسف إن الإشكالية تعتمد مثلا على شخص ما عنده خلفية لغوية. نعم. تعتمد إنه معه لغة. وإذا كان عنده خلفية لغوية ما عنده خلفية كروية. وهذه كانت أخرى، وهذا اللي حصل العام الماضي، أنك أنت المفترض أنك لما تجي تترجم أي نص خلفية لغوية ورياضي يكون ورياضي واللغة من اللغة المفردة تختلف. أنا المصطلح اللغوي يعني المصطلح اللغوي أمر مهم، يعني في دول تلغى اتفاقيات وتكون أحيانا اتفاقيات كارثية لبعض الدول لفاصلة مو بس كلمة. للأسف ان احنا جبنا نصوص صماء لم نعالج صياغتها للغه العربيه بشكل صحيح، ولم ناتي باشخاص رغم الموجودين يعني في ابناء البلد الرياضيين القانونيين الكثر موجودين زين وعندهم القدره على اعاده صياغه هذه الانظمه الكرويه وانظمه الانضباط بشكل صحيح وتمحيصها بشكل جيد. لكن للاسف يعني انا اعتقد ان السوء اختيار وعدم حتى المسؤول عدم اقتناعه بالصوت الصادق الصوت المنصح الصوت المحب لرياضة بلده ولبلده للأسف يعتمد على أشخاص ليسوا أهل الثقة. جميل. نذهب إلى وقفة أخيرة نعود بعدها لإقفال كافة الملفات في برنامج كورة قبل الختام.
كاتب رياضي يؤكد جيباروف اللاعب المظلوم الأول في الشباب. أهلا بكم مجددا وأهلا بمن انضم إلينا الآن في الجزء الأخير من برنامج كورة. نسعد بكم وبضيوفنا الكرام في الاستوديو الأخوة طارق بن طالب وناصر الغربي. كما عودناكم دائما في برنامج كورة وكما تعودتم على فقرة بين قوسين الاختيار، كان لزميل أحمد عدنان الكاتب أحمد عدنان والحديث عن جيباروف، ولكن لماذا جيباروف؟ تحت عنوان على الاحتياط يخط أحمد عدنان مقاله في صحيفة الشرق والذي اخترناه لفقرة بين قوسين، ويبدأه بعبارة في الشباب المظلوم الأول في الدكة الشبابية هو الأوزبكي جيباروف. أتمنى أن يراجع برودوم حساباته مع هذا اللاعب، فأولا يجب أن يلعب في مركزه كعنصر ساقط خلف المهاجمين أو مهاجما وهميا، وثانيا هو في حاجة اللاعب في ظل إصابات كاماتشو أو إيقافه أو نفاذ المخزون اللياقي خلال المباريات. ثاني اللاعبين المظلومين في الدكة الشبابية هو المهاجم المنتقل من نادي القادسية فهد الدوسري الذي يتميز بالسرعة والمهارات الفردية العالية. أعتقد أن برودوم يحتاج لمثل هذا اللاعب خلال المباريات لتفتيت التكتلات الدفاعية للخصوم. لن أتحدث عن تميم الدوسري فالمستقبل أمامه، كما أن فهد حمد محور شاب وحيوي وأمل أن يجد سريعا مكانه في التشكيلة الأساسية. في الأهلي أعتقد أن حسن الراهب أثبت أن غاروليم ظلمه في الموسم الماضي بتألقه في الموسم الحالي مع نجران، ويضيف الكاتب عيسى المحياني بحاجة إلى مزيد من الاهتمام. ولا أدري سبب تجاهل المدرب للموهمة محسن العيسى الذي أثبت نفسه مع أبناء القلعة في الموسم المنصرم، كما أنني لا أرتاح حين أجد اللاعب يحيى حكمي في دكة الاحتياط. وللأمانة غاروليم من أكثر المدربين كرما في منح الفرص لكل لاعبيه. في النصر من الواضح جدا إلى الآن أن اللاعب النصراوي المنتقل من الشباب عبد العزيز السعران لم يقنع المدرب القديم ماتورانا ولا المدرب الجديد كارينو. ما قرأته سابقا أن المدرب الكولومبي طلب تسريح السعران، لكن الإدارة النصراوية رفضت خوفا من التصادم مع ممول الصفقة عضو الشرف حسام الصالح. ويختتم الكاتب مقاله بقوله آمل أن لا يكون الجلوس في مقاعد البدلاء محبطا للمدافع الجيد عمر هوساوي، فهو قريب جدا من فرصة إثبات الوجود مرة أخرى. هذا بالنسبة لبين قوسين وبالنسبة للاعب جيباروف وما كتبه الزميل أحمد عدنان عن ذلك. عناوين الصحف في وما اختاره لنا الزملاء فريق العمل في هذا اليوم بالنسبة للعناوين التي تصدرت الصحف. في الرياضي الاتحاد يبعد سوزا عن الديربي. في الجزيرة إدارة الهلال تسلم العتيبي خطاب خصم 50% من راتبه لمدة شهرين. والشباب يغلق تدريباته من أجل الاتفاق والبيشي يعوض غياب القابل. في الشرق المنشطات تحاصر 8 لاعبين عشوائيا من الأهلي والاتحاد. الجرينيس عقوبات الانضباط تشبه برنامج ما يطلبه المستمعون. الجيزاني لم نتآمر ضد السويح وعودته للهلال محسومة. في عكاظ نور يحضر نمرا للاتحاد قبل الديربي. وفي المدينة الاتحاد يغلق ملف سوزا رغم تدخل شرفي لدفع مستحقاته. وكانيدا يفاجئ الأهلي بتوليفة جديدة ويبدي سعادته بإتقان اللاعبين. هذا بالنسبة لعناوين الصحف في التي تصدرت بعض صحفنا المحلية. سيكون معنا أيضا ضيوف في الغد بإذن الله في حلقة الغد، نشاهد من هم ضيوف الغد.
ضيوف الحلقة الغد: حسن القرني الكاتب والناقد الرياضي. الضيف الآخر: محمد الغامدي الكاتب والناقد الرياضي. قبل ما نختم معاكم خلنا ناخذ توقعاتكم من مباراة يوم الأربعاء، لكن خلنا نبدأ بما أن عودة البرنامج اليوم يعني يكون معنا أربع توقعات إن شاء الله اليوم معاكم إن شاء الله وحلقة الغد. توقعك أبدأ فيك فارس. تغش منه؟ تبي تغش منه؟ لا لا، أنا توقعي معروف. 4-1. 4-1 لمن؟ الأهلي. للأهلي في المباراة. 2-0 للأهلي. 2-0 للأهلي. يعني كلكم تتوقعون الأهلي في مباراة الأربعاء. جميل. أشكركم، سعدت بكم في حلقة اليوم. أشكركم جميعا. أشكرك طارق بن طالب على حضور تواجدك. سعيد اليوم. سعيد بتواجدي في هالبرنامج ومعك بالذات، يعني أنت أول مرة ألتقي فيك في برنامج تلفزيوني، وأرجو من الأخوة المشاهدين يعذرونا لأن اليوم أغدقنا في الاحترافية في السلبيات، يعني كان ودنا نكون إيجابيات بعد هالعيد، لكن هذا وضعنا الرياضي وهذا ما نراه. شكرا لحضورك اليوم الزميل ناصر الغربي. أشكرك لتواجدك اليوم مسؤول تحرير صحيفة المدينة. شكرا لتواجدك معنا اليوم. شكرا لك محمد، وشكرا أبو فارس للمشاهدين. أتمنى يعني هذه شفافية وحب الوطن، أتمنى يتقبل الجميع برحبة صدر. إذا أردنا أن نعالج الأخطاء يجب أن نفتح الجرح وننكأه بمصداقية وشفافية حتى تتعافى رياضتنا مما هي فيه. يمكن يبي لك كوي شوي. ويبي لك كوي أكيد. وصلنا للمرحلة. الشكر الأكبر لكم أنتم متابعين الكرام على بقائكم معنا على مدى الساعة والنصف. موعد آخر سيكون يوم الغد بإذن الله في 11:30. دائما كونوا على الموعد مع برنامج كورة وعلى روتانا خليجية. ألتقيكم غدا بإذن الله على خير.